انا بوجه رسالتي الى اهلنا في فلسطين، احنا كخليجيين نسالكم وين دفاعكم عن المملكه العربيه السعوديه؟ وين مواقفكم العربيه في الدفاع عن فلسطين؟ الغريب ما سمعنا صوتكم يا اهلنا في فلسطين في الدفاع عن المملكه العربيه السعوديه، ليش ساكتين؟ خبر من موقع اسرائيلي يقول ان المملكه العربيه السعوديه ازالت من خرائطها الرسميه اسم فلسطين. مواقع الاخوان وحزب الله والموالين لايران والحرس الثوري يهاجمون المملكه العربيه السعوديه طول الوقت اليوم مو دوري اقول لكم ماذا قدمنا نحن قل ماذا انتم قدمتم للوقوف مع المملكه العربيه السعوديه مغرد يقول كلمه حق امام مثل هذه الحسابات العالم كله شهد بمواقف المملكه بالدفاع عن القضيه الفلسطينيه ولم نسمعها منكم ورجعوا للخرائط الرسميه للمملكه العربيه السعوديه ستجدون اسم فلسطين موجود زالت القضيه الفلسطينيه موجوده في قلوب كل الخليجيين والعرب والمسلمين المملكه العربيه السعوديه اللي قدمت مساعدات لشعوب العالم اكثر من 100 مليار دولار خلال العشر سنوات الاخيره خصصت للشعب الفلسطيني والفزع لهن بفلسطين اكثر من 6 مليار دولار اتمنى من الشعب الفلسطيني ان يسال حماس اين ذهبت المليارات؟ تطالبون كعرب وكاعلاميين بالدفن احنا 24 ساعه ندافع عن القضيه الفلسطينيه حتى يسترد الشعب الفلسطيني قضيته، ولا حماس تريد ان تحتكر القرار السياسي في فلسطين وان تكون فلسطين تتبع الحرس الثوري الايراني. ستبقى فلسطين عربيه والقدس عربيه. ولن تتبع ايران ابدا، انس تشرشل يقول الملك عبد العزيز بن سعود رحمه الله بانه اصلب واعند حليف لنا يعارضنا بالنسبه للقضيه الفلسطينيه، القضيه الفلسطينيه كانت في قلب ملك العرب الملك عبد العزيز ووقف مع القضيه الفلسطينيه والشعب الفلسطيني لاسترداد حقه واكثر المانحين والداعمين لأهلنا في فلسطين المملكه العربيه السعوديه. وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والامير محمد بن سلمان. اطالب كل فلسطيني شريف ان يكتب كلمه حق ان كان اعلاميا او كاتبا او من السلطه من كلمه شكر لمواقف المملكه. واذا ما تبي تقولون كلمه شكر بلاش تبني الاشاعات وتحاولون تسيئون للمملكه. خلوا المملكه العربيه السعوديه تقود العمل الدبلوماسي للحصول على الحقوق الشعب الفلسطيني